الآن أعزائي المشاهدين محب الطقوس، أهلا بحضركم في حلقة تتجدد أسبوعيا على الهواء مع نيافة الحبر الجليل الآن بابنيامين. مطران كرسي المنوفية وأستاذ اللاهوت الطقس بالكليات الإكليريكية ومعهد الرعاية. مرحبا بك سيدنا. تعيش يا أبونا، أهلا بأسك، أهلا وسهلا. أيضا أعزائي المشاهدين، في جلسة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي عقدت برئاسة صاحب القداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتاريخ 20 يونيو 2013 ميلادية، تم الاعتراف بقداسة مثلث الرحمات البابا الأنبا كيريلوس السادس الذي سيما بطريركا في 2 بشنس 1675 للشهداء الموافق 10 مايو 1959 ميلادية بالكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، واستودع روحه الطاهرة في يد الله الذي خدمه في منتصف الساعة 11 من صباح يوم 30 أمشير 1787 للشهداء الموافق 9 مارس 1971 ميلادية، بعد أن خدم جيله بكل أمانة مدة 11 سنة و9 أشهر و29 يوما. يا ترى إيه اللي نيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين عايز يقوله عن قداسة البابا الأنبا كيريلوس السادس النهاردة في التذكار 48 لنيحته؟ تعيش أبونا، يعني حلو قوي ان احنا نكون اوفياء لابائنا. والحقيقه المتنيح البابا كيريلوس السادس بنعتبره باعث شعله النهضه في عصرنا الحديث، لانه ال11 سنه اللي قعدتهم في تسابيح وصلوات يمر على الكنائس بطريقة مفاجئة ويدخل يصلي القداس ويصلي التسبحة، فكانت إشعال لشعلة النهضة اللي استمرت بقى بعد البابا كيريلوس في عهد البابا شنودة 41 سنة ومستمرة إلى الآن. فهو الحقيقة باعث النهضة أو أوقد شعلة النهضة في عصرنا الحديث، وده يوري قيمة الصلاة والتسبيح اللي هو أساس النهضة. النهضة ليست مجرد أنشطة وليست مجرد تعاليم، لكن النهضة هي إنهاض الإنسان ليلتقي مع الله، وكأنه يستيقظ من نومه ليرى الله ويتعامل معه. فهو الحقيقة البابا كيريلوس السادس فعلا باعث شعلة النهضة في عصرنا الحديث. يعني النهضة الحقيقية الروحية هي الاتصال بالله، وده كان حاصل عن طريق الصلاة والتسبيح في عهد البابا كيريلوس السادس. وأدخل فكرة القداس اليومي. ما كانش موجود القداس اليومي، كان يدوبك في أيام محددة، الأحد والأربعاء والجمعة. كان قداس الحد فقط، بقى القداس اليومي وكمان التبكير في القداس والتسبيحة اليومية ورفع بخور عشية اليوم. باكر وعشية دايما، ما عدا في أيام الصوم الأربعين المقدس بقى بيبقى القداس متأخر، فبيبقى هو الذبيحة المسائية، مفيش عشية يعني. فالحقيقة يعني كشف عن عمق الحياة مع الله، ف أوجد قلوب مستعدة بقى مشيت في السكة فنهضت الكنيسة. يعني كان في الحياة الكنسية نموذج هايل في الحياة الكنسية المعاشة. الحقيقة فوق الناس، يعني خلوهم يحبوا الكنيسة ويحبوا الصلاة، يحبوا الأصوام. وطبعا كان شخص تقي جدا البابا كيريلوس، يخاف الله فخافه الناس، يعني كان له مهابة كبيرة
ما من مرة شفته إلا ودموعي ما أقدرش أمسكها، لأنه بنشوف ربنا فيه يعني. طبعا. وربنا يعني القداسة الكاملة والمخافة الكاملة والحكمة الكاملة. الحقيقة كان شخصية رائعة، أنا تقابلت معاه عدة مرات قليلة لكن أثرت فيا كثيرا يعني. احنا بنتقابل معاه بقى في حياته المعاشة دلوقتي، في تلاميذه وفي أحبائه، في كتبه وفي معجزاته. هو كمان اللي أوجد فكرة الأسقف العام، بس المتخصص مش عام كده يعني. يعني مثلا رسم الأنبا صموئيل أسقف الخدمات العامة والاجتماعية المعين، والأنبا شنودة أسقف التعليم، والأنبا غريغوريوس أسقف المعاهد الكنسية والبحث العلمي. والبحث العلمي، فكان في تخصص جميل وتكامل في التخصصات يعني. لا الحقيقة ترك بصمة لا يمكن أن تمحوها الأيام. ورسم باتريارك جاثليك لأثيوبيا. يعني في أيام، والحقيقة رسم بقى يعني باكورة الرسامات اللي أشعلت الكنيسة بنهضة جميلة يعني. وأظن سيدنا برضو هو أول من اهتم بالمهجر. أرسل برضو، هو اللي أسس الكنائس الأولى في المهجر في استراليا وفي كندا وفي أمريكا، يعني بدأ يحط أساس الخدمة في هذه الأماكن. جميل. طب سيدنا إيه هي المقاييس اللي بيختار بيها المجمع المقدس الشخص اللي هيطلق عليه ان هو قديس؟ هو المفروض القداسة العامة، القدسات للقديسين. يعني كل من يتناول لابد أن يتحلى بالقداسة، بمعنى أنه يتقدس بعمل الله في حياته يعني، فيبقى شخص يحب القداسة ويسعى فيها ويبقى واخد خطوات في حياة القداسة يعني، ويستأصل الحياة الخاطئة من حياته. ده الوضع الطبيعي يعني. لكن يتميز بعض الناس في أن عمل الله فيهم ظاهر، في معجزات، في تعاليم قوية مؤثرة. فكان البابا كيرلس رجل المعجزات ورجل الصلاة، ربنا عمل من خلاله معجزات كثيرة جدا جدا، ولغاية دلوقتي يعني له قوة، ظهرت قوات في عمله في الكنيسة وفي ديره لغاية دلوقتي، دير ماريمينا اللي أسسه هو البابا كيرلس، وهو مدفون هناك وطلب أن يدفن هناك في وصية خاصة. البابا كيرلس نموذج للشخصية التي أتقنت الحياة المقدسة وسلك في هذه الحياة المقدسة بطريقة تلقائية طبيعية، وكانت إيد ربنا معاه، ولذلك عمل أعمال أول مرة تتعمل يعني، مثلا بناء الكاتدرائية هنا في الأمبرويس يعني، ومساهمة الدولة فيها بمبلغ 100,000 جنيه يساوي دلوقتي ملايين. كمان أتى بجسد ماري مرقس من إيطاليا، ودي برضو كان حدث كبير قوي قوي سنة 68. ترك بصمات قوية وترك تأثير لا يمكن أن يمحى مع الأيام، وهو ده عمل ربنا. سيدنا فكرة إعلان القداسة نفسها بتكون عشان نحذو حذو هذا القديس، أو علشان كمان ما تبقاش القداسة قاصرة على عصر معين. لكن الكنيسة أم ولود بتلد في كل جيل قديسين، وده الوضع الطبيعي يعني، أنه يكون هناك قديسين شهود يقودوا العمل الروحي في حياتنا في كل عصر.
يا سيدنا، أما عن يعني موضوع حلقتنا النهاردة بعد إذن نيافتك، أن نتكلم عن التسبيح في الصوم، وخصوصا في زوكسولوجيات الصوم. طبعا التسبيح لا ينفصل أبدا عن الصوم، فالصوم لازم يكون ملازم ليه تسبيح. ريت نيافتك تكلمنا كده في مقدمة صغيرة عن ملازمة التسبيح وأهمية حياة التسبيح مع الصوم. وأصل الصوم ليس هدفا، الصوم مجرد وسيلة، زي بالضبط بضرب المثل ده باستمرار، اللي بيعد الجمرة في الشرية عشان نحط البخور. أيوة. لو أعد الجمرة وما حطش البخور إيه لازمتها؟ يبقى ما ينبوش إلا دخان الفحم اللي تعب عينه وخلاص. فاللي يصوم ويتعب ويجوع وكده من غير ما يسبح ويصلي ويرفع بخور صلواته أمام الله، يبقى صام بلا هدف. ولذلك الصوم فترة لها تأثير في حياة الإنسان بقية السنة، يعني أيام يسموها أيام الخزين الروحي، الخزين زي مثلا اللي بيخزن حاجات غزائية يستعملها بقية السنة في الموسم مش موجودة. هكذا نحن نختزن الروحيات في هذا الصوم، قداس كل يوم، قداس متأخر، وصوم انقطاعي، فبيدي روحانية تكفي لبقية العام، انها ياخد دفعة تدفعه في حياة روحية مع الله. فالصوم فرصة للصلاة وتفرغ للصلاة، ما دام ما اهتمش بالأكل، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فالصوم يخليه بقى يفهم كلمة ربنا ويحفظها، وتضيء له طريقه، يشتعل بحب ربنا. هي دي الهدف من الصوم، يعني الصوم مجرد وسيلة يعني. سيدنا، طيب في زوكسولوجيات للصوم، ناخد منهم زوكسولوجية فيها معاني كتيرة، أو نيافتك توضح لنا المعاني الروحية الخاصة بالصوم والخاصة بالتوبة وخاصة بأمور كتير روحية. الزوكسولوجية بتقول: مرحمك يا ربي أسبحها إلى أبد الأبد، ومن جيل إلى جيل بفمي أخبر بحقيقة. فيعني إزاي نوصل لحياة الشكر؟ أسبحها، أسبح الرحمة، بمعنى أن أنا أسبحك لأجل مراحمك. يعني التسبيح هو لله، لكن لما يقول مراحمك أسبحها، يعني أسبحك لأجل مراحم الله. فالرحمة والغفران اللي ربنا بيديه لنا في من أجل التوبة والصوم والصلاة وحرص الإنسان على أنه يعني ياخد غفران للخطية، لولا مراحم الله كان هياخدها ازاي؟ فحنان الله وحبه بينسكب من خلال رحمته، عشان كده يقول له مراحمك يا رب أسبحها، أي أسبحك لأجل مراحمك الكثيرة. طب بفمي أخبر بحقيقة، معناها؟ معناها الحق هنا عن العدل، مع الرحمة أخد بالي أن في عدل. من غير ما أطلب الرحمة وأسلك بالطريقة اللي تديني رحمة، يبقى مصيري واجه العدل بعد كده. يعني ومين يقدر يواجه العدل بتاع ربنا؟ فمواجهة العدل هتبقى نتيجة لعدم الاستفادة من الرحمة. ولذلك احنا في الصوم بنسبح مراحم الله، او نسبح الله لأجل مراحمه اللي بتقبلنا وبتقبل توبتنا، عشان ننفد من العدل الإلهي. جميل يا سيدنا، فعلا التسابيح الكنيسة والتركية بتاعتها دائما بتعمل هذا التوازن. يعني يفتك وضحت لنا الموضوع مش مراحم بس، هي في مراحم لكن في حق الله اللي هو العدل بتاعه. في عدل. واللي ما يستفدش من الرحمة هيواجه العدل. ده دافع بقى ان الانسان يستفيد بالرحمة، خصوصا في فترة الصوم. يعني فترة الصوم دي فترة مهمة. يذكر هنا بقى سيدنا المرنم بيقول: أثامي علت على رأسي وثقلت علي
يا الله اسمع تنهدي واطرحها عني. يعني حاسس بثقل خطيته، يعني ثقلت علي، معناها ان الخطية ثقيلة، بمعنى ان الانسان لو ما تبشي وتنت خطيته على راسه هيبقى ثقيلة جدا، مش هيقدر يطرحها عنه. الله بس هو اللي يقدر يطرح الخطايا عننا. ولذلك من ناحية الصوم وطلب التوبة والسلوك بالتوبة وطلب مراحم الله هي اللي تخلي الإنسان بقى يتوب ويستفيد من هذه الرحمة، وإلا هيواجه العدل الحق الإله. لكن في نفس الوقت ما يقولش في عقل باله ما فيش فايدة ويقع في اليأس. ما هو ده بقى حرب الشيطان، عشان كده الكنيسة بتسمي الحد الثاني من الصوم بعد حد الكنوز، حد الرفاع، حد الكنوز، حد التجربة. والهدف ان الكنيسة عايزة تقول اذا كان المسيح نفسه الشيطان حاربه والسيد المسيح وافق ان يحاربه الشيطان علشان يأسس للنصرة بتاعتنا، فلولا نصرة المسيح له المجد على الشيطان كانش الإنسان هيقدر ينتصر. يقدر ينتصر إزاي؟ فلذلك الصوم في السلوكية بتاعته بتورينا بقى إزاي نسبح الله لأجل مراحمه اللي بتنقذنا من العدل الإلهي وبتخلينا نسلك طريق التوبة، فنسبح مراحم الله. فجايب بقى مثال لشخص عبر عن التوبة بتاعته وطلب مراحم الله، اللي هو العشار. اجعلني مثل العشار الذي أخطأ إليك وترأف عليه وغفرت له خطايا. ترأفت عليه وغفرت له خطايا. يعني عايز يقول إن في مثل قدامنا، مثل يعني قال أربع كلمات، اذكرني ده اللص اللي قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. العشار قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ، أربع كلمات، فنال مراحم الله وربنا رفع وجهه لأنه لم يشأ أن يرفع وجهه لكن أخضع برأسه وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ، فصار العشار مثالا. فصلاة العشار مثال للي بيجلب مراحم الله على نفسه أو ياخد مراحم الله لنفسه. يمكن يا سيدنا طيب في دور لإنكار الذات، يمكن العشار دايما نتذكر مع الفريسي والفريسي كانت الذات بتاعته قدامه واضحة، فهل العشار هنا هو في إنكار ذات حتى لو قال كلمات بسيطة قليلة لكن كان في إنكار ذات في حياته؟ طبعا الفريسي وقف يفتخر يقول أشكرك يا رب لأن لست مثل باقي الناس الخطاة الأشرار ولا مثل هذا العشار، أعشر لك كل أموالي وصوم لك مرتين في الأسبوع، عمال يعدد أعماله قدام ربنا ويفتخر بيها. فالعشار اللي طلب مراحم الله وقال ثقلت خطيتي واللهم ارحمني أنا الخاطي، فاز بالتوبة، فاز بالتوبة واتغفر له خطيته، رفع راسه اللي كان بيحنيها أمام الله أو ينحني بها أمام الله. نبي يذكر بقى مثال آخر للزانية بقى. اجعلني مثل الزانية التي خلصتها وأنقصتها ونجيتها لأنها أرضتك أمامك. دي بتوري لنا حاجة مهمة قوي، إن ما فيش خطية تجبر على ربنا. هي الخطية ساعات إحنا بنشوفها كبيرة قوي لأنها في حق ربنا، لكن طالما الإنسان بيتوب يستحق المغفرة وما فيش خطية كبيرة قدام ربنا. الشيطان ساعات ييأس الإنسان يقول له أنت ناسي أنت عملت إيه، يوقعه ويعايره علشان خاطر ما يتوبش، ييأس. دم المسيح لنا طهرنا من كل خطية. بالظبط كده، مش من بعض الخطايا. ما فيش خطية تجبر على دم المسيح ولا على قبول الله للتوبة. طيب سيدنا ايه معنى لأنها أرضتك أمامك؟ المقصود بيها اللي هي الزانية، ايه معنى لأنها أرضتك أمامك؟
اللي هي الزانية. يعني قدمت توبة مقبولة أمامك، يعني تنامت وازدادت في التوبة، يعني إلى درجة أنها قلبك رق ليها، ده رفع رأسها قدام الناس كلهم. كانوا الناس جايبين حجارة عشان يرجموها، قال لهم من منكم بلا خطية فليرمها بأول حجر وقعد يكتب لهم خطيته، فعملوا زيها وأكتر فكرموا الحجارة ومشوا. فالمرأة الخاطية اللي فازت بمراحم الله، عايز يقول له زي العشار وزي المرأة الخاطية وزي الناس اللي انت رحمتهم، احنا لما شفنا الناس دول وقبولك ليهم نسبح مراحمك او نسبحك لاجل مراحمك. جميل. معنا سيدنا استاذه مريم. الو. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك، اتفضلي. اتفضلي بسؤالك. يا ابونا تعيشي تعيشي، ربنا يخليكي. معاك سيدنا. سلام يا سيدنا. اهلا مريم، اهلا وسهلا. ازيك يا سيدنا؟ انا مريم يا سيدنا اللي بقتصر بقوتك بنيافتك كل اسبوع يا سيدنا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيدنا. انا كنت يا سيدنا بقتصر النهارده اولا طالبه سلبه عزائي من الاستاذ، لاني انا افتقدت ام غاليه جدا عليا، افتقدتها يوم الاربع اللي فات. هي طبعا مش امي بالجسد، لكن انا حاسه ان هي امي بالروح، بقالي يا سيدنا سنين طويله معاها بروح لها، وسيدنا هي خرجت الروح بسلام على ايدي، انا اللي كنت قاعده معاها، اثرت فيا جدا يا سيدنا. وقت طلوع الروح على ايدي حسيت ان ربنا بيديني انذار ان الحياه ليها ملهاش اي قيمه ولا ليها اي قيمه. الحياه في ثانيه سيدنا، كنت قاعده بشربها حاجه وفي ثانيه راحت مني وهي على ايدي، فحسيت ان الله بيرسل لنا حاجه يقول الحياه ملهاش اي قيمه، لازم نكون مستعدين، لازم نكون مستعدين للملقاء ربنا، ان الحياه على الارض ملهاش اي قيمه، لا الاكل ولا الشرب ولا اي حاجه. لا انا مش اولا بعزيك في انتقال والدتك، ومش عايزك تقول الحياه ملهاش قيمه، لكن قيمتها انها توصل للسماء. يعني قيمه حياتنا على الارض اللي احنا عايشينها دلوقتي انها توصل لحياه ابديه في السماء، لكن اذا خسرنا السماء يبقى فعلا ما لهاش قيمه. فعلا يا سيد، احنا بنعتبر الحياه على الارض، لان احنا انا بقول الحياه على الارض يا سيد. لان احنا بنهتم دلوقتي بالاكل وبالشرب يا سيدنا، بنهتم بالاكل وبالشرب، كل دي حاجات ثانيه يا سيدنا، بس قيمتها قيمه حياتنا الحاليه انها توصلنا للسماء. بالظبط يا سيدنا، بالظبط يا سيدنا. ربنا يعزيك، تعزيه السماء، ربنا يعزيك ويكون معاك. ايش معنا برضو استاذه تريزا من القاهره. الو. مساء الخير. مساء النور استاذه تريزا، اتفضلي. مساء الخير يا ابونا. مساء النور، اهلا بيك، اتفضلي بسؤالك لسيدنا. بقول لحضرتك يعني في خطيه، ودي الخطيه دي بتبان على طول واحنا عملناها من زمان. هل يا ابونا يعني ربنا يغفرها لنا؟ لان دي في وشنا يعني بتبان على طول، لان خطيه مش كويسه، فهل ربنا يغفرها لنا؟ احنا تبنا عنها واعترفنا عنها، يعني اعترفنا بها كتير، فهل يا ابونا يعني دي تتزال من اخرتنا ولا هي ما دام الانسان تاب واعترف خلاص اتحطت على الذبيحه تغفر على طول، وانت خدت دم المسيح ثمن الخطيه فخلاص يعني تبرأت منها، يعني ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. فما تتردديش وما تبقيش يعني يأسانة أو حاسة إن ما فيش غفران، ده فكر شيطان، ما تمشيش وراه. أستاذ عماد من الغردقة. ألو. سلام يا أبونا. سلام ونعم، أهلا بيك حبيبي. قبل أهلا سيدنا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. ليه يا سيدنا سؤالي عن تسبيحة الصوم؟ تفضل. ليه اباء الكنيسه تهتم بتسبيحه الكياحتي جدا جدا وما بتهتمش بتسبيحه الصوم، بالرغم ان تسبيحه الصوم يعني اكثر عمق واكثر خشوع من تسبيحه الكياحتي؟ لا هو عاوزه تنشيط على مستوى الاداء، قراءه على مستوى القراءه. كنيسه بتهتم جدا بالصوم بدليل ان في تسبيحه وفي قداس كل يوم وقداس متاخر عشان الصوم، كنايس كلها بتصلي كل يوم. ف
فيعني في نهضة كبيرة جدا في الصوم بالصلوات ويعني كنيسة فرحانة بأولادها اللي بيتناولوا والكل صايم والكل بيحضر قداس. فيعني ده نمط آخر غير كياك والسهر بالليل، فكل فترة لها مميزاتها. يعني بطمنه برضه يعني في كنائس وسط القاهره بتعمل تسبيحه فعلا للصوم مخصوصا، الانبا رافائيل بيعملها اسبوعيا. جميل. تسبيحه للصوم مخصوصا. حلو خالص. سيدنا بيكمل بقى المرنم طبعا. بيدي امثله اخرى لحياه ناس خطاه تابوا، اجعلني مثل اللصل الذي صلب عن يمينك واعترف بك هكذا قائلا. يعني ده في اخر لحظاته، يعني كان في أول ما اتصلب في اللحظات الأولانية كان مع اللص الشمال بيجدف على المسيح، لكن لما لقى في علامات معينة بتحصل زي غياب الشمس زي حاجات كتير يعني في الطبيعة، ابتدى يقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، وبرضو كلمات قليلة اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ست كلمات برضو أخذ المغفرة وقال لي اليوم تكون معي في الفردوس. تخيل أول واحد دخل الفردوس مع المسيح. فيعني عايز أقول أن الكنيسة بتعلمنا من خلال الدوكسولوجية دي أن ما فيش مستحيل وأن ما فيش عدم غفران، في غفران، ربنا نفسه يغفر، ربنا بيقبل الإنسان التائب. زي اللي قال للأب حكيم قال له يا ابونا أنا لازلت أخطئ، قال له ربنا لازال يغفر بس نتوب، وحتى لو بسبب الضعف أخطأنا تاني الله يغفر أيضا. زي ما نفتك بتقول يا سيدنا هي كلمات قليلة يذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فإزاي نتعلم الصلاة اللي طالعة من القلب بعمق اللي يقبلها الله حتى لو كانت بكلمات قليلة. واللي يعلم الإنسان الصلاة كلمات المزامير. كلمات المزامير قيلت بالروح القدس على فم داود وآخرين. داود النبي تقريبا قال نص المزامير والنص الثاني كثيرون اشتركوا فيه من موسى النبي وغيره يعني كثير. فالكلمات المزامير فيها معاني جميلة تعلم الإنسان إزاي يكلم ربنا. اللي بيصلي من عندياته هيقول الكلام اللي هو محتاجه بس، احتياجات جسدية احتياجات شخصية، مش هيفكر في السماء، مش هيفكر في الرحمة، مش هيفكر في دم المسيح، مش هيفكر في عطايا الله وحبه وحضنه المفتوح. فالمزامير الحقيقة ثروة، ثروة روحية جميلة اللي يصلي بيها هيتعلم الصلاة. اللص اليمين بيقول اذكرني يا ربي، اذكرني يا إلهي، اذكرني يا ملكي متى جئت في ملكوتك. ربي وإلهي وملكي دي ألقاب بنقولها لربنا على أساس أنه نعبده لكي يملك على حياتنا، ملكنا بمعنى أن نكون ملكه، مش ملك العالم ولا ملك الشر، لأنه هو اللي دفع ثمن خطيتنا على الصليب، والآب أحب العالم حتى بذل ابنه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فما نعيش حياتنا من أجل العالم، العالم مش هيدينا حاجة. كلمة جميلة قالها أحد الآباء، قال العالم أفقر من أن يغنينا، لكن الله غني فيغني النفس البشرية. جميل. ما زالت كلمات اللص على الصليب، فأنت يا مخلصي، أو دي كلمات المرنم، فأنت يا مخلصي قبلت إليك اعترافه وترأفت عليه وأرسلته إلى الفردوس. وده اللي بنقوله في صلاة الرجعة، يا الله الذي قبل إليه اعتراف اللص على الصليب، اقبل إليك اعترافات شعبك واغفر لنا خطايانا حسب رحمتك. كان اعتراف صادق. يعني قدامنا مثال وهو اعتراف اللص على الصليب قبل في آخر لحظات حياته. فما فيش مستحيل، ما فيش يأس. سيدنا هو بقى بيحط نفسه برضو المرنم
ويقول وأنا أيضا الخاطي يا يسوع إلهي وملك الحقيقي تحنن علي واجعلني كأحد هؤلاء. ذكر هؤلاء كمقدمة وقال أنا كمان عايز اشمعنا دول، أنا كمان عايز أكون زيهم. بيحكم على نفسه أنه خاطي. في ناس صعب قوي أن يقول أنا خاطي أو أنا أخطيت، لكن اللي يقول أنا أخطيت بيحكم على نفسه، فالمسيح يبقى المحامي بتاعه. لكن اللي هيحامل نفسه المسيح يبقى القاضي بتاعه بقى. جميل. هيدينه بقى في اليوم الأخير. فالانسحاق مهم، انسحاق القلب جدا جدا. الحقيقة دي أمثلة حلوة بتكشف قدام الناس قد إيه ربنا مستنينا نتوب. زي الأب اللي استنى ابنه الضال، استنى ابنه الضال فوق السطح يرقب الطريق ويستناه، مثل الابن الضال. وده بيوضح مشاعر الله في انتظار الإنسان للتوبة. ربنا مش هيقول له انت غلطت ليه، لكن هيقول له ما توبتش ليه. وده سؤال ملوش إجابة. هاي يا سيدنا هنستاذن يافتك ناخد فاصل قصير ونرجع نيافتك تكلمنا بسرعة عن الزكسولوجية. فاصل قصير ونعود مرة أخرى مع نيافة الحبر الجليل الآن بابنيامين. أعزائي المشاهدين مع نيافة الحبر الجليل أنبا بنيامين. سيدنا كمالة الزكسولوجية، أنا أعرف أنك صالح ورحيم أذكرني برحمتك إلى أبد الأبد. يعني الصلاح هنا مقصود به صلاح الله القابل للتوبة، ينتظر توبة الإنسان، مش بيعاملنا بطريقة فيها جفاء وفيها رفض، يعني مستني الإنسان يتوب. ساعات الشيطان يخوف الناس من ربنا، يقول له انت بعد اللي عملته ده جاي تقول له ارحمني، ارحمك ازاي؟ فهنا الزكسولوجية بتعلن صلاح الله في انتظاره للتوبة، يعني معدن الله الصالح يستنى توبة الإنسان يقول له ارحمني، استنى بس الإنسان يقول له ارحمني. شوف قد ايه المسألة يعني صعبة جدا لو الواحد قبل كلام الشيطان، وسهلة جدا لو مشي ورا كلام ربنا ودعوته
للتوبة. صلاح دوت يعني صفة ملازمة لله. قال له لماذا تدعوني صالحا؟ يعني للشاب الغني ففعلا ملازمة لله. صلاح الله في عمله كل حاجة بيعملها صالح، وكمان في قبوله للخاطي انه يقول له ارحمني بس فيقبل توبة. يقول له أطلب إليك يا ربي يسوع ألا تبكتني بغضبك ولا بركزك تؤدب جهالتي. يعني بيخاطب صلاح الله الذي يتغاضى عن ضعف الإنسان، لكن لو عامل الإنسان بغضبه مين يقدر يثبت؟ زي سدوم وعمورة مثلا اللي رفضت التوبة، ولذلك غضب الله معلن ضد رافد التوبة. دي نقطة مهمة قوي، لأن اللي بيرفض التوبة معناها إنه مصر على الخطأ مش هيبطل، وده بقى معناه إنه مش همه ربنا يعني، ومفيش مخافة ربنا في القلب يعني. وهنا بيقول يا سيدني إن هي جهالات، جهالتي يعني، يجهل محبة ربنا، يجهل عدل ربنا، يجهل حساب الله للإنسان يوم الدينونة، وده جهل فيخليه ما يتوبش. لكن معرفة الله تقود الإنسان للتوب. جايز كمان يقصد يقول أنا مش قاصد، يعني جهل وعدم القصد كمان. يعني الجهل بيخلي الإنسان مش عارف ربنا فيبعد عنه، خصوصا بقى لو خد معلوماته عن ربنا من الشيطان يقول له ده مش هيسيبك، ده هيعذبك، ده هيموتك، ده هيهلكك. يقول له لا، هيهلك اللي رافضين التوبة واللي مش مستجيبين لنداءه. لما يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، ده هو اللي بينادي. وثقل الخطية هو أصعب ثقل، يعني كانت خطية يونان أثقل من كل ما على السفينة بسبب عصيانه ورفضه انه يطاوع ربنا. فالخطيه هي الثقيله، وربنا بقبوله للتوبه بيمحو الخطيه مهما كانت ثقيله. هي دي بقى، لانك لا تشاء موت الخاطي مثل ما ان يرجع ويحيى ترأف على ضعفه. ولا تنظر الي بغضب. ترجع يعني التوب، ما هي دي معناها الرجوع، معناها انه بيرجع عن التوبة، عن الخطية بالتوبة، يرجع إلى التوبة ليترك الخطية. بالضبط كده. وإن مقصود ولا تنظر إلي بغضب، معناها إنه استعدادي للتوبة يخلينا أواجه صلاح الله مش عدل الله ورفضه وغضبه. لكن لو الإنسان ما دخلش من باب التوبة هيواجه بقى العدل الإلهي، ومين يقدر يواجه؟ في يوم الدينونة هيبقى صعب. يقول أخطأت يا يسوع ربي، أخطأت يا يسوع إلهي، يا ملكي لا تحسب علي الخطايا التي صنعتها. يعني أنا بحتمي في التوبة، والتوبة تجلب المغفرة، فعشان كده ما يبقاش في حساب بقى، يعني ما يقدرش الإنسان يسدده، لكن دم المسيح هو اللي يسدده. وهنا يناديه ملكي بقى، لأنه داخل في ملكيته بقى، فينعم بالغفران. أسألك يا مخلصي فلتدركني مراحمك لتخلصني من الشدائد المضادة لنفسي. يعني شدائد حرب الشيطان دي صعبة جدا، يعني غواية الشيطان أنه يوقع الإنسان في الخطية، يقول له بس أنت بقيت في إيدي بقى مش هتطلع. أقول له لا، أنا بحتمي في مراحم ربنا فيطلع من إيد الشيطان ويدخل في صلاح الله وطلب المغفرة بالتوبة. فهذه يطلب الإنسان، يطلب من الله أن هو يخلصه من هذه الشدائد. شدائد بمعنى شيء شديد وصعب، أن الإنسان ييأس من توبته أو ما يدخلش من باب التوبة، يبقى خلاص طب فين رجاؤه بقى؟ يعني لو دخل من باب التوبة خلاص مسألة محسومة لصالحه. لكن اللي يرفض التوبة، يعني لو الابن الضال ما رجعش لابوه كان هيموت جوعا،
الكم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا، أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدع لك ابنا، اجعلني كأحد أجرك. قال بدل ما أقعد أجير عند الغرب أروح أجير عند أبويا. فأبوه رفض أن يقول دي، ما خلهوش يقولها، وقال هاتوا الحلة الأولى والبسوه وخاتم في إيده وحذاء في رجليه واذبحوا العجل المسمن علشان نأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. يمكن الشدائد الداخلية بتوجد من داخل الإنسان تبقى أصعب وأشد يعني الشدائد الخارجية الذات وال يعني لو الجسد. لو سمع لكلام الشيطان وخاف وبعد عن ربنا هيبقى في شدة شديدة. نعم. معانا سيدنا مداخلة من أستاذ منير من سوهاج. ألو. ألو. أستاذ منير أهلا بيك، اتفضل بسؤالك. المقابلات يا سيدنا. أهلا بحضرتك. المقابلات يا سيدنا. اتفضل أنا سمعك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. سيدنا نيافتك الأب الكاهن بيحط بخور بالمستير. ده في عبارة تجسد. ساعات هو مكتوبة في الخلاج لأن ما كانش فيه معلقة للبخور زمان، فكان بياخد بإيده البخور، يد بخور، فكان ياخدها بإيده، فتجسد دي حتى موجودة في الخلاجي، ياخدها بالمستير وبعدين ينظفه باللفافة كده يعني. يعني دي إشارة للتجسد الإلهي. شكرا يا سيدنا. شكرا. عفوا. شكرا. اتصالك معنا استاذ جرجس من القاهره. الو. الو. اهلا بيك، اتفضل. قبل العياد يا ابوي. تعيش حبيبي، اهلا وسهلا، اتفضل بسؤالك. قبل العياد يا سيد. اهلا بيك حبيبي. كل سنه وانت نفسك طيب. حضرتك بخير. هو سؤال سيدنا بس، هو المسيح العهد الجديد ابتدأ من ميلاد المسيح ولا من فداء ولا من بعد ساعه الفداء على الصليب، او ولا من بعد صعود السيد المسيح بعد الأربعين المقدسة أو بعد الخمسين عيد العنصرة؟ ده سؤال. السؤال الثاني سيدنا نيافتك، هو التناول يكسر الصيام يعني يكسر الانقطاعي، ولا بعد ما نتناول لو احنا حابين نكمل انقطاع نكمل، ولا التناول نيافتك يكسر الصيام؟ كل سنة ونيافتك طيب. شكرا. نيافتك من التلفزيون. شكرا. شكرا لاتصالك. متى بدأ العهد الجديد؟ والعهد الجديد بميلاد المسيح، حتى بنقول قبل الميلاد وبعد الميلاد. فميلاد السيد المسيح بداية العهد الجديد، يشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. يعني صار العهد بالميلاد. بالنسبة للسؤال الثاني، هل التناول يكسر الصوم الانقطاعي؟ لا، ممكن يستمر، بس يعني مجرد المية يصرف بعد التناول لو ظروفه ما تسمحش في القداس المتأخر، يعني يستمر من غير أكل. كويس. معانا أستاذ مينا من المنيا. ألو. سلام يا سيدنا. سلام والنعم. نقبل عيد. نقبل عيد يا أبونا. أهلا بيك حبيبي. أهلا بيك. لو سمحت سيدنا، كان استفسار صغير يعني. تفضل. إحنا ليه في الصوم بنقول تيد ستي نين بشليل، مع إن الصوم ده حاجة مذكر يعني في اللغة القبطية؟ وعلى أساس إن الصوم تفرغ للصلاة، ففي الصوم نتفرغ للصلاة، فيذكر الصوم والصلاة، يعني الصلاة في الصوم غير الصلاة في أوقات تانية غير الصوم، تبقى لها قوة خاصة يعني. نكمل المرنم يا سيدنا ويقول: لا تحرق عدم معرفتي مثل سدوم، وأيضا لا تهلكني مثل عمورة. فهنا بيشبه بقى الخطية والجهل بسدوم، بيذكر أمثلة بقى لغضب الله. عايز يقول له: رب أنا عارف أنك لما تغضب بتعمل إيه، فأنا مش هستنى لما تغضب، أنا هدخل من باب التوبة. وده برضو التوازن زي ما ذكر مراحم الله. بيذكر دينونة الله بالضبط. يعني ربنا صعب جدا لو بعد الإنسان عن التوبة، وسهل جدا لو دخل من باب التوبة. جميل. لكن يا رب اصنع معي مثل أهل نينوى، هؤلاء الذين تابوا فغفرت لهم خطايا. مهما كانت الخطية، اللجوء إلى الله بالتوبة هو ده الحل.
هو ده الحل الأمثل. يعني هي المعاني جميلة في إنها بتكمل بعضها. يعني فيما يتكلم عن صلاح الله مع التائبين، يتكلم عن غضب الله مع رافض التوبة، عشان الإنسان يختار التوبة وما يسمعش كلام الشيطان إنه ما يتوبش. يعني الشيطان بيخوف الإنسان من ربنا، خصوصا الخاطي، يقول له هتروح فين؟ ده عدل ربنا. يقول له لا، طب ما في مراحمه لسه، يعني استفيد من مراحمه فانفد من العدل. هو جمال التسبحة إنها بتذكر كل حاجة، يعني حاجة متكاملة، يعني جميلة قوي. كل عبارة قدسك بتقولها بتضيف معنى توضيحي، يعني زي نور يوضح المعنى الحقيقي. يعني معاني متكاملة. لكن فلتدركني سريعا مراحمك يا ربي لأصرخ على هذا الشعب بصوت هو نعم سيدنا أهلي نينوى بقى. لكن فلتدركني سريعا مراحمك، كأنه بيطلب النجدة، كلمة سريعا بقى. أيوة، يعني ما تسيبنيش أطول كتير في الطلب. هو فعلا مراحم ربنا يعني ما بتنتظرش الإنسان يطول في الطلب، استجابته سريعة، مجرد بس يطلب بتوبة وفي صلاة حقيقية على طول ربنا يعني بيستجيب على طول. إلا التوبة، التوبة ما تتردش أبدا أبدا، لا ترفض مطلقا. يعني إن الخطية عاملة زي نزيف الدم، فكأنه بيطلب النجدة من الله سريعا، إن يوقف النزيف بالضبط، فقدان الحياة. أيوة. لأجل هذا أطلب إليك أيها الرب الإله مخلصي، لا تحاكمني أنا الضعيف الخاطي. يعني أنا مش هستنى لما تحاكمني، وما تسيبنيش وترفض توبتي فأقع في الحكم. يعني كله بيتذلل أمام الله علشان يكسب من صلاح الله ومراحمه. جميلة إنه كل كلمة بتؤكد المعنى، يعني مش زي واحد بيحط نور من كل الجهات عشان مراحم الله تبقى واضحة والإنسان يلجأ إليها باستمرار. وأنا برضو بتذكر بقى الزوكسولوجية، إن في محاكمة، في دينونة طبعا، عشان بعض الناس اللي بينكروا الدينونة طبعا الزوكسولوجيات بتبقى فيها إيمان مستقيم. يعني مهم قوي إن الإنسان يدرك أن الخطية لابد أن تدان، دينونة الخطية لازم. فأنا لما دين الخطية وتوب أخذ الرحمة والمغفرة، لكن لو استنيت الدينونة في الآخر هواجه عدل الله، ما فيش رحمة بقى، خلاص فات وقت الرحمة. وبرغم أن الإنسان عارف أن فيه محاكمة وفي يعني، هو برضو الشيطان بيشكك في الحاجة دي، يقول له انت بتصدق برضو الكلام ده؟ ده ما فيش، في بينكروا دلوقتي موضوع الدينونة وموضوع المحاكمة والعقاب والكلام ده، يعني في اتجاهات عالمية دلوقتي بكده للأسف. طيب سيدنا كامل يقول: لكن حل واغفر لي زلاتي الكثيرة كصالح ومحب البشر، ارحمنا كعظيم رحمتك. حل دي مهمة قوي بقى، حل واغفر. حل يعني حل الرباط بتاع الخطية. صعوبة الخطية انها بتربط الانسان بالشر، ودي العادات الشريرة مثلا، اول ما الانسان بيدخل فيها خلاص بيتربط. فبيشبهوا الخطية على انها رباط، فيقول حل الرباطات بتاع الخطية. فربنا بيعمل التلات حاجات دول. أول حاجة يحل رباط الخطية، وتاني حاجة صلاحه يقبل التوبة، ثم يقول له أنا دفعت الثمن بقى تعالى، فيستفيد من دم المسيح ثمن الخطية. فحل واغفر واصفح، ثلاث حاجات دول. حل قيود الشر، ما بقاش مستعبد للشر، ما يبقاش الشر رابطني يعني. واغفر يعني اديني قبول للتوبة
وغفران للخطية، واصفح من داخلك لا تذكر لي خطيتي. جميل. فربنا لما يغفر خلاص يبقى قبله بصلاحه ودفع الثمن فما يطالبش بيه. جميل يا سيدنا. طب سيدنا، الكنيسة بتلزمنا في الأصوام بفترة انقطاع. فلماذا الانقطاع؟ طبعا الفترة مختلفة من شخص لآخر، لكن الانقطاع كمبدأ الصوم طبعا هو الانقطاع. وبنسمي الفطار بريك فاست. أيوة. انجليزي يعني يكسر الصوم. فالصوم هو عدم الأكل فترة، فيترك الطعام فترة ليتفرغ للصلاة. فمفروض ان الصوم فرصة للصلاة. فلما يبتدي يأكل بقى دخل في العمل الجسدي، لكن الصوم بيدي تفرغ للعمل الروحي، للصلوات بالمزامير ومناجات مراحم الله وطلب محبته، يدخل في عشرة مع الله. يعني العشرة مع ربنا دي مهمة جدا جدا الحقيقة. عشرة الصلاة بالتفرغ بالصوم، فالصوم يفرغنا للصلاة. مهم جدا الانقطاع. يمكن مكتوب عن السيد المسيح مكتوب عنه وجاع أخيرا. ايوه، في متى 40 يوم لم يأكل 40 يوما. موسى على الجبل برضه ما هو قعد 40 يوم، وإيليا بأكلة من السماء قعد 40 يوم، ودول الثلاثة اللي تجلوا على جبل التجلي ظهروا في المجد، ومجد المسيح انعكس عليهم. يعني معلمنا بطرس الرسول في سفر الأعمال في القصة بتاعت كورنيليوس مكتوب عنه: صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة، فجاع كثيرا وطلب أن يأكل، وبينما هم يهيئون له وقت عليه غيبة. إذن جاع يعني معناها الصوم الانقطاع، كان في انقطاع يعني. طبعا طبعا. هو مفروض الصوم الانقطاعي في الفترة بتاع الصوم الأربعين المقدس مفروض للساعة التاسعة. مفروض. وساعات في ناس للغروب يصوم. لا شك ان الانسان بينال قوة ضبط كل ما زادت الفترة. يعني الصوم ضبط والصلاة صلة، فالضبط يوجد الصلة. والصدقة بقى رحمة. قلتوبة للرحمة على المساكين مش الرخمة اللي بيبقى قلبهم قاسي على الفقراء. فالصوم برضو في حياة الأباء الرسل، وعلينا بولس الرسول بيقول: بأصفار مران كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من بني جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أصهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة. يعني يمارسوا الصوم أبائنا الرسل. الجوع والعطش. الجوع والعطش معناها الانقطاع الكامل عن الأكل والشرب. هو ده الصوم. مجرد الإنسان يأكل خلاص يعني. طبعا احنا بناكل مأكولات نباتية في الصوم، بمعنى انه أكل خفيف يعني ما فيهوش الزهومات والدهون والحاجات الحيوانية، يعني اللي هو البروتين الحيواني بزهوماته والحاجات دي احنا بنبعد عنها في الصوم. والسمك زي ما قلت قبل كده في الأصوام التانية، يعني صوم الميلاد وصوم الرسل وكده، ده مجرد بقى عشان الإنسان ما يبعدش عن البروتين الحيواني، وكمان طريقة تكاثره زي النبات. الأنثى تضع البيض والذكر يلقح البيض مش الأنثى. فزي طريقة حبوب اللقاح بتاع النبات يعني. طيب سيدنا معلم بولس الرسول بيقول: أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرزت للآخرين لأصير أنا نفسي مرفوضا. فهل معلم بولس الرسول هنا بيتكلم عن الصوم؟ وهل عدم الصوم يجعلنا مرفوضين؟ هو لا شك أن الصوم بيدي للإنسان قوة يقمع جسده، والجسد كالأسد ممكن يفترس الإنسان يعني لو الإنسان تنازل عن قوة الضبط بتاع الصوم، ممكن الجسد يفترسه ويوقعه في شهوات تضيعه.
يعني ليه قايين قتل هابيل؟ لماذا؟ لأن الحقد تملك منه فخلاه قتل، فالحقد قتل، قتل المحبة فقتل الشخص. فاللي بيسلم نفسه للشر ما يقدرش يصنع الخير، بيصنع الشر. عشان كده الصوم ضبط، والصلاة صلة، والصدقة رحمة. فالثلاثة بقى الحبل المثلوث لا ينقطع سريعا. عشان كده الكنيسة بتطالبنا بالثلاثة، ثلاثة دول، يعني ننضبط بالصوم، نتصل مع الله بالصلاة في تفرغ الصوم، ونعاين الرحمة مع الفقراء، فنستحق الرحمة. جميل. طيب سيدنا، إذا ثار الجسد ضد الإرادة وطلب لذاته يصبح أخطر عدو للإنسان. بالضبط. الشيطان عدو خارجي، لكن لو الجسد أو الإنسان خضع لحرب الشيطان بالجسد، هيبقى الجسد هو الوسيلة اللي الشيطان يستخدمها عشان يوقعه. زي اللي عنده مثلا مشكلة في جهازه المناعي، أو الأنسجة بتاكل بعضها، الجسد بيحارب نفسه. صعب. ودي أصعب حرب. فهنا بقى الجسد يرفض الخضوع لتوجيهات الروح. لو ما صامش ممكن الجسد يقاوم الروح وعمل الروح القدس، فيقع في الخطية ويختار الشر، فيسقط الإنسان في الشر. بالحقد يقتل، وبالشهوة يزني، وهكذا بقى، يعني بكل الخطايا، وبالكبرياء يدين غيره، وهكذا يبقى ماشي بقى في سكة كلها غلط. يعني من لا يستطيع السيطرة على جسده، جسده يستطيع السيطرة عليه. يعني خلي بقى القيادة للجسد. بالضبط. يعني هو الإنسان لو قدر يسيطر على جسده، خلاص جسده يبقى خاضع بالصوم، زي يعني تحت أمر الروح، ويتفق مع الروح في الخضوع لوصايا الله. يا سيدنا، برضو في يعني كلام عن الصوم، يقول إن كنت تريد أن تنتصر على عدو في خندق حصين، اقطع عنه الإمدادات. هذه هي فائدة الصوم والمطنيات والجهاد في الصلاة والخدمة، واعتبار الجسد ميتا عن الشهوات. وده اللي كانوا بيعملوه في الحروب زمان، يمنع الإمداد عن العدو فينهار ويمشي. بس يمكن الجسد مش عدو، لكن لا، يعني ما هو الجسد عدو للروح، يقاوم كلاهما الآخر. فالجسد لو تمكن هيخضع الروح، وبالتالي يبقى اختار الموت، يسلك في طريق الموت على طول، طريق الهلاك. الجسد كالأسد. أيوة. يعني ممكن يفترس الإنسان، والشهوات بتاع الجسد لو الإنسان ما قدرش يقتلها، الشهوات هتقتله روحيا، فهي حرب حقيقية. يعني سيدنا، يمكن في كلمة معزية تقول المصارعون، لو موضوع المصارعة، يبذلون كل الجهد وهم في غير يقين، إذ واحد فقط ينال المكافأة، في واحد بس منهم اللي بيفوز. أما في الجهاد الروحي فإن كل من يجاهد بالرب حتما ينال إكليلا سماويا في يقين من جهة مواعيد الله صادقة. يعني اللي داخلين في حلبة مصارعة، واحد منهم بس اللي بينتصر والتاني بينهزم. لكن كل الجسد بحواسه وفكره وعقله وروحه لما يمشي في طريق الحياة الروحية كله هينتصر، وياخد الجسد بقى في طريق الحياة مع الروح ومع العقل والعاطفة، وكل إمكانيات الإنسان تبقى خضع لربنا. يعني يبقاش فيها حاجة خارج القداسة. يعني في آخر تعليق عن الصوم، الجسد خادم صالح للنفس، وإن صار سيدا لها يصير عنيفا. صح كده. يعني الجسد طول ما هو خاضع للروح من خلال الصوم والصلاة وصنع الرحمة مع الفقراء، يبقى عبد طيع جميل، ما يمثلش خطورة على الإنسان.
جميل جدا. شكرا سيدنا على كلمات النعمة والتوضيحات. الحلقة بتفوت بسرعة جدا ما بنحسش بيها. أسئلة الجميلة والهدوء اللطيف تعيش لكل حلقة أبونا. شكرا ليافتك وشكرا أبونا شنودة، شكرا أسرة البرنامج، وأعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم كونوا معافين في الرب.